هذا المحلول الذي يخضع لمراقبة الجودة ما هو إلا الأنسولين، هذا الدواء الذي طالما استوردته الجزائر بالعملة الصعبة والذي كان يكلف الخزينة العمومية 420 مليون أورو، هو اليوم يصنع لأول مرة في إفريقيا في مخابر بيوتك الجزائرية. بدأنا في إنتاج هذا المستحضر في بداية شهر فبراير بقدرة إنتاج سنوياً تفوق 60 مليون قلم، ما يعادل أكثر بثلاث أضعاف متطلبات السوق. وضعنا هذه القدرة حتى نغزو السوق الأسواق الأخرى، السوق الإفريقية وأسواق دولية أخرى. إن شاء الله في سنة 23 حنضيف ثلاث أصناف أخرى من مادة الأنسولين، لا وهي التجيو والأسبارت والإيمان، وإن شاء الله في نهاية سنة 23 هنغطي السوق أكثر من 50%. مخابر بيوتك التابعة لمجمع بيوكير رفعت التحدي في تموين السوق الوطنية بأقلام أنسولين مصنعة محلياً بكامل المراحل لفائدة مرضى داء السكري. بعد عملية تحضير محلول الأنسولين يكون فيه تعقيم هذا المحلول عن طريق ستيريليزاسيون بار فيلتراسيون، دونك اون فا فيلتري لا سوليسيون دانسولين اي لا ريكوبيري في ان اوتر كيف دو ستوكاج. دونك ليتاب يعني المرحله الثانيه هي عمليه يعني ليتاب دو رومبليساج. هذا لو رومبليساج سي ان رومبليساج اسيبتيك، يعني لازم ما تكونش فيه بكتيريا في الهواء ولا مواد يعني لي بارتيكول هذوك سوا فيابل ولا نون فيابل في لونفيرونمون دو رومبليساج تاعنا. دونك يعني كسو عملية تحضير المحلول ولا عملية الرومبليساج فيه مراقبات يعني للجودة تحدث يعني بالتعامل مع يعني أفراد من اللابوراتوار، لابوراتوار كونترول كواليتي، فيه يعني عينات تؤخذ وفيه تحاليل. وفي المرحلة الأخيرة اللي هي الانسبكسيون فيزيال، الانسبكسيون فيزيال ابري ليتاب دو رومبليساج لازم نتحققوا من الجودة من حيث يعني الأجسام الغريبة اللي ما لازمش تكون. جولتنا داخل هذا المصنع كشفت لنا عن حجم الاستثمار في تكنولوجيا فائقة الدقة لصناعة أقلام الأنسولين بمعايير عالمية. في هذا المخبر يعمل فريق جزائري على مراقبة وتحليل المواد الأولية لصناعة أقلام الأنسولين. المخبر المسؤول عن مراقبة كل مراحل التصنيع، هو مخبر مجهز بأحدث الإمكانيات في مجال مراقبة المواد الصيدلانية في أحدث الماركات العالمية أمريكية وأوروبية. مخبرنا هو مخبر فاليدي من طرف الوكالة الوطنية للأدوية. نعتمد على آخر نسخ للمراجع الدولية سواء لا فارماكوبي أوروبيان لا فارماكوبي أمريكان. لو برودوي غلاريس هو منتوج نتيجة ان ترانسفير دو تكنولوجي مع الشريك الهندي، تمت على عدة مراحل، ان ترانسفير دو تكنولوجي اناليتيك و ان ترانسفير دو تكنولوجي غالينيك. مجمع بيوكير من الاستثمارات الهامة في قطاع الصناعة الصيدلانية، يعمل على تجسيد استراتيجية الدولة في بعث قاعدة صناعية تستجيب لمتطلبات الاحتياجات الوطنية من الدواء. جمع بيوكير مختص في صناعة الأدوية، عندنا مصنعين موجودين في ولاية الطارف، الأول مختص في صناعة الأقراص والكبسولات والساشي، والمصنع الثاني مختص في صناعة الانجكتيبل الأمبول والفايس والسيرينج بريرامبلي والدروبس اللي هو قطرات العيون والأنف والأذن. لدينا مشاريع أخرى، وهذا يعني مشاريع يعني في مواد أخرى يعني جد كريتيك، وإن شاء الله
السنة القادمة حيكون مشروع آخر من مواد صيدلينية أخرى، يعني كثير معقدة.